وست حمامات، والمفاجأة الكبرى ثلاث حمامات سباحة، والمفاجأة بقى الأكبر إن سعرها 500,000 بس. هات فلوس الكاش واستلم دلوقتي حالا. 500,000 جنيه؟ ازاي ده يا ام عبده؟ هو في فيلا اصلا ب 500,000 جنيه؟ يا حاج ده سعرها حلو قوي. ايوه والله دي سعرها حلو قوي. طب يلا انت مستني ايه؟ هات الفلوس اللي انت عايزها تحت البلاطه ونروح نشتريها. فيلا ب 500,000 جنيه؟ انا لازم اجيب الفيلا دي يا ام عبده. يلا بسرعه يا حاج عايزين نشتريها. ايوه هي دي حق الفيلا. هنزل انا اشوف الراجل علشان اشتريها. خلاص حاضر انا هستناك هنا اهو. هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ يا جماعه اللي هنا انا عايز اشتري الفيلا دي. الحين يا ابو عبد الله، والله ما هسيبكم. والله انا هموتكم النهارده عشان تسرقوني اهو. اجري يا حاج اركب بسرعة. اركب بسرعة يا معلم اجري بسرعة. ايه ده يا معلم اللي انت عملتيه ده؟ الراجل مات. احسن علشان ناوي يبقى يسرقوني. هما مش عارفين ام عبده ولا ايه؟ طب اجري اجري بسرعة اجري بسرعة بقى بيجري ورانا. حاضر حاضر ما انا بجري اهو. انت ايه اللي انت عملتيه ده يا ابو عبده؟ انت كنت هتودينا في داهيه. ما نعمل ايه يا حاج؟ ده لولاها كان زمانهم اخذوا الفلوس. هم عشان اخذوا مني الفلوس تقوموا تعملوا كل ده؟ ده في واحد منهم مات. احسن يستاهلوا، الحراميه تستاهل اي حاجه. في يا ماما؟ في يا بابا؟ انتوا بتزعقوا ليه؟ مفيش حاجه مفيش حاجه. مش هنزعق، وبعدين انت مالك انت؟ خش ياد جوه اوضتك. لا حول ولا قوه الا بالله. هو في ايه؟ والله انا فاهم. زعيم ايه في ايه؟ واحنا بنعمل العمليه يا زعيم في واحد مننا مات. نعم
مين اللي عمل كده؟ واحنا بنعمل عملية يا زعيم، في واحدة ماشية العربية وخبطتنا كلنا موتت واحد مننا. وهي راحت فين الست؟ فين يا زعيم؟ شوية أغبياء. بس احنا يا زعيم عارفين مكان البيت بتاعه. طب وانتوا مستنيين ايه؟ روح هاتوا الست دي بسرعة. دخلوا قفص الاسود زمان الاسود جعانه سيب الباب مفتوح وسع كده على لوز